على كل شوف اخي الحبيب، لو سالته سؤالا، هل السابقون الاولون الان هم العتره؟ تفضل. تفضل يا شيخ امام، هل السابقون الاولون هم العتره؟ العتره داخلون من السابقين الاولون. يعني السابقون الاولون اوسع من العتره صح؟ نعم. جميل جدا. والانصار الان اتبعوا العتره ولا ما اتبعوهم؟ في الطبري يقول الانصار لا نبايع. يا حبيبي اسالك سؤال، هل الانصار اتبعوا العتره ولا ما اتبعوهم؟ يا حبيبي يا ارجوك يا حبيبي اسمعني، هل الانصار اتبعوا العتره ولا ما اتبعوهم؟ يقين اتبعوهم كثير من الصحابه. هل هم ناجون او ليسوا ناجين؟ ما نعلم. الله اكبر. الله يقول والسابقون الاولون من المهاجرين الانصار والذين اتبعوا بحسن رضي الله عنهم. اذا كان الله رضي عنهم كيف انت ما تعلم؟ يا اخي هذا رجل الان الله رضي عن الانصار ولا ما رضي عنهم؟ تفضل. نعم رضي مبايعتهم ورضي عنهم. هل الله راضي عن الانصار؟ نعم رضي الله عنهم. اذا انت ترضى عن الانصار؟ طبعا. لا ليش ما ارضى عن الانصار؟ عجيب. ايه الانصار الان هم مؤمنون مع بيعتهم لابي بكر الصديق؟ لحظه. الانصار الذين قالوا منا امير ومنكم امير، شنو المشكله؟ لا لحظه، سؤال، هل الانصار الذين بايعوا ابا بكر الصديق رضي الله عنهم؟ بايعوه مكرها. ورضي الله عنهم؟ ورضي الله عنهم بايعوه. وسعد بن عباده الذي ادعى الامامه ايضا يدخل فيهم؟ رحمه الله على قتيل الجن. لا سؤال، هل رضي الله عنه؟ نعم رضي الله عنه. وهو مدعي للإمامة؟ لحظة وهو مدعي للإمامة؟ لا حرام لا تدعي على الرجل. ما ادعى الإمامة؟ ما ادعى الإمامة؟ لا أبدا؟ لا سعد بن عبادة ما ادعى الإمامة؟ لا قال منا أمير. من هو الذي كان من هو الشخص في السقيفة الذي نصره الأنصار أميرا قبل أن يأتي أبو بكر وعمر وأبو عبيدة؟ قالوا من هو الشخص الذي نصبه الانصار اميرا قبل مجيء ابي بكر وعمر وابو عبيده؟ نعم قضيه كانت سياسيه. نعم من هو الشخص الذي نصبه الانصار اميرا؟ شبيك سعد بن عباده. اذا سعد بن عباده ادعى الامامه وهو عند احمد الامامي مرضي عنه ومن اهل الجنه. اذا الامامه الان عليك ان تقول ذهب تشيع ادراج الرياح. إذا من ادعى الإمامة فإن الله يرضى عنه. إذا ما الفرق بين أبي بكر الصديق الذي ادعى الإمامة كما تدعون وهو كافر وبين من ادعى الإمامة وهو رضي الله عنه؟ ما قلت ادعى الإمامة أنا. من؟ عزيزي الأنصار الآن نصبوه ولا ما نصبوه؟ لا مكرهين يا حبيبي. من أكرههم؟ هسه أقول لك في وقت إيه اللي شفته. طيب.